خلوني اخدكم على مسلسل اخر. بس قبل ما اخدك على المسلسل الاخر، انا عايز اكلمك عن الفنانه سما ابراهيم. وانا ادعي ان انا شفت اعمال كتير للفنانه سما ابراهيم، وشفت قد ايه هي تقدر تديلك روح الشخصيه كما يجب ان تكون، إذا كانت الشخصية مثقفة واعية، إذا كانت الشخصية طبيبة تمارس التوعية في مناطق شبه ريفية، إذا كانت الشخصية تعاني من اعتلالات نفسية، إذا كانت الشخصية شخصية عادية زي كل السيدات المصريات الفضليات، فإنه سما إبراهيم طول الوقت قدرة لا متناهية على إقناعك. فلما تيجي تشوف بقى الفنانة الكبيرة بجد، يعني سما إبراهيم وهي تقدم شخصية الكبيرة فحت هو ميكي بيجيب الأسماء دي منين؟ ازيك عاملة ايه؟ إذا كان هذا الكلام ليا فأنا يعني خجلانة جدا. لا لا، أرجوكي جداً. يعني خليني إن أنا كمان أبلغك إنه مراتي تحبك حب غير طبيعي يا قلبي. والله العظيم تحياتي ليها وبشكرك جدا. لا احنا اللي بنشكرك. خليني الاول اسالك، هو الموهبه دي ايه يعني؟ اصل سبحان الله العظيم، اي دور بتعمليه بيطلع على راي الجماعه اللبنانيه لابق متفصل كحك. هو حضرتك لسه قايل سبحان الله، هو العيله والاسره والفن، ودايما بقولها وبكررها، التجمعات الأسرية اللي كان فيها شوية دهون على شوية شعر، على مين بيقول نكتة سكتش، الجو ده وإحنا صغيرين لضم كده مع شرارة الفن، مع مين بيدندن كل ده. يعني أنا اسكندرانية وأدعي أنه مصر كلها فيها كانت التجمعات الأسرية دي، من ده ومن أنه الأسرة تصدق، من أنه ماما تصدق وبابا وأخويا وأختي فيدعموني، يفضلوا يدعموني. أنا مدينة لهم بكل الفضل بعد كرم ربنا فيها، وإنه يبقى اللي حواليك طول الوقت طول الوقت ربنا يكرمك بناس بتدعم، يعني وصولا لأحمد الجندي اللي مصدق مش بس فيا وفي غيري وفي كل مخرج أنا اشتغلت معاه، كان بيصدق في إنه الممثل ده عنده، الشخص ده عنده. وعلى فكرة في كل المجالات، يعني جوه الصناعة نفسها هتلاقي مونتير جديد ومصور جديد ودم جديد، لما بيحصل حتى لو كبار في السن زي حالاتي كده، لما بيحصل هتبقى بتسأل نفسك الله كان فين ده. فبجد بجد إيه؟ شكرا لكل الدعم. ولا كبار في السن ولا اي حاجة خالص بالمناسبة يعني. يعني لا لسه جاي لكم بادوار، انا عماله بصغر تقريبا في سن الادوار. طب صحيح اسم الكبيرة فحت ده طلع من فين؟ احمد الجندي ولا مكي ولا انتي ولا مين؟ طلع من احمد الجندي ومكي والكتابه، يعني اللي اشرف عليه مصطفى وعز، وكمان الحلقات اللي هي كان فيها الكبيره كانت بنوته جميله اسمها ساره هجرس. يعني انا عارفه ان انا هسبقك في الكلام واقول لك كل تفصيله صراحه هم كانوا صناعها قبل مني. ساره سعد هجرس. اه طبعا، يعني كل تفصيله هم كان ليهم الخط الاول. يعني انا جيت زي ما بيقولوا كده ايه، اتدلعت بالورق الجميل والشخصيه اللي مكتوبه حلوه قوي، بالستايل التعبير، بعين الكاميرا مان. يعني حضرتك فاهم قصدي، هي صناعه مشتركه، يمكن احنا بناخد اللقطه في الاخر، بس بجد بجد فريق العمل حاله كانت كده حاله دافيه، يعني بونبونايه. اصل يعني انا اتعودت دايما اما بشوفك فبشوفك في ادوار صعبه، ما هي السهله الكوميديا شيء صعب، ما هو السهل على الاطلاق، انا متاكد قوي 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 خالص جدا. ولسه انا كنت بكلم صديقي العزيز جدا نجمنا اكرم حسني، فبقول له يا اكرم في معادله ناجحه لاضحاك المصريين، قال لي المصريين اصعب شعب تضحكوا لانه دمه خفيف، فدي حاجه في منتهى الصعوبه. هي في كل الاحوال اذا كنت عايز تدخل القلب صدق الشخصيه، يعني الحاجات لما بتبقى بجد هتلاقي اكتر حاجه، مثلا اذا كنا بنتكلم على الكوميديا، اكتر مشاهد ممكن تكون بتصيب بالبهجه يعني وتدخل السرور كده على القلب، مش بالضروره الممثلين يكونوا بيضحكوا، يعني الموقف هو اللي بيضحك.
صح جديه التعامل مع الموقف صح بالرغم بين بقى من السخريه اللي جواه هي اللي بتصنع البهجه دي. ايوه المساله مش افيه، المساله موقف. بالظبط كده. خليني اشكرك جدا 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 على دور جميل ومبهج جدا. انا اللي بشكر حضرتك واشكرك على قبولك المكالمه، واقول لك بقى ايه، اشكرك مقدما انك هتجي لنا ولا ايه؟ يا يوسف يا حسيني انت مظبوط يا ارجوكي ارجوكي. انا بس اللي عايزه اشكر حضرتك جدا على اهتمامك بالتنوع في الماده اللي بتقدمها دايما. لا لا خالص، انا يبقى من حسن حظي لو اتقابلنا باذن الله. لا ده انا اللي اتشرف حقيقي، اتشرف بشده يعني بجد من قلبي. انا بشكرك ومرة جدا. ومره ثانيه ميرسي لكل الصناع اللي بيبقوا ورا الكاميرا في كل الاعمال. صحيح، أنا يمكن أسجل إعجابي وشكري الشديد كمان لأحمد الجندي على قدرته أنه يقدم مسلسل ناجح لمدة 6 مرات، ومكي وقدرته في ابتكار شخصيات، كلكم عملتوا كفريق عمل وبالذات الناس اللي ورا الكاميرا عملتوا حاجة يعني شدت كل المشاهدين وسحبت البساط من تحت أقدام الكثيرين بصرف النظر هم مين، جمعت الكبار والصغيرين اللي هم يتفرجوا على شيء رائع جدا جدا جدا. أنا بشكرك بجد وبشكر صناع هذا العمل. شكرا مرة ثانية. ألف ألف ومنتظرينك.